السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا وبرحب بكم في سلسلة كيف تقول باللغة الإنجليزية في الحلقة رقم 56. وبدون أي تأخير دعونا نبدأ. كيف تقول باللغة الإنجليزية؟ هذه سنة الحياة بطريقتين، الطريقة الأولى That's the way of the world. That's the way of the world. That's the way of the world. الطريقة الثانية It's the natural order since. It's the natural order since. It's the natural order since. العبارة التالية كيف تقول باللغة الإنجليزية؟ شفت جالك كلامي بطريقتين، الطريقة الأولى You say what I was saying You say what I was saying. You say what I was saying. الطريقة الثانية Did you say wasn't I right? Did you say wasn't I right? Did you say wasn't I right? وبكده وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.